اهلا بكم قراء متابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي التلفزيون اليوم السابع. احنا النهارده من امام محطه مترو السيده زينب. انا اسامه طلعت وهكون معاكم في حاله او في شخصيه حقيقي تستحق الدعم. مريم في تانية ثانوي، بتصحى كل يوم الصبح الساعه 6 تاخد السندوتشات وتروح تقعد قدام المحطة تبيعها، تخلص بيع تجري تلحق دروسها. هي بتخلص يعني بتحاول تخلص في اول ساعة عشان تكمل بقية اليوم طبيعي. مريم بمقياس الوقت اللي احنا فيه ده تعتبر بطلة، انها قادرة تساعد نفسها. ظروفها هي هتكلمنا عنها، لكن لو الشير ممكن يعمل حاجة فأظنه ممكن يعمل حاجة مع مريم. خلينا نكلم مريم شوية. الحمد لله تمام، الحمد لله كويس. مش بعمل حاجة، هو أنا المشروع بتاعي إن أنا بجيب الحاجة وبعملها في البيت، بس بطلع من بيتي على الساعة 5 5:30 عشان اجي هنا على مثلا 6 7 بس، وببيع حاجتي وبعدها بروح على حسب ما اخلص وبروح دروسي وكده. طيب السندوتشات الحلوة المجلفة دي مين اللي بيعملها؟ مامتي. مامتي بتعملها الساعة كام؟ بتعملها على الفجر مثلا عشان خاطر البطاطا. وانت بتتحرك الساعة كام؟ بتحرك على 5 5:30 من البيت. قولي لنا بقى، وبعدين بتيجي هنا بتبيعي قد ايه تقريبا؟ لو فكرت تبيع حاجه ايه بيحصل كده يعني؟ طيب وانا بجيب كميه من 40 ل 50 بس، وباجي اقعد بيهم لغايه ما اخلص. لو ما خلص، لو الساعه جت واحده وما خلصتش بطلنا اروح بخساره، فالخساره طبعا بتبقى خسائر بس. وبعدها في ساعات يعني باخر مثلا لواحده ونص، ساعتها برجع الهرم عشان انا من الهرم، برجع الهرم متاخر ففي دروس مش بحضرها بتروح عليا يعني عادي بس. فكده كلمينا بقى، انت بتشتغلي ليه؟ بشتغل عشان اصرف على نفسي لدراستي وكده. عرفي الناس برضو ليه يعني انت بتساعدي نفسك، يعني هل والدك او والدتك حد فيهم بيشتغل او لا؟ لا، هو والدي طالع على المعاش بس، فمحبتش ان انا اتقل عليه في المصاريف وكده بس، فحبيت ان انا انزل يعني انزل اشتغل بنفسي وما اتقلش عليه في المصاريف. عايزك تقولي لنا كلمه للشباب اللي بيدور على شغل او حاجه. والله في حاجات كتير قوي ممكن يشتغلوا فيها، ممكن المشروع بتاعي ينجح عند الكليات، وممكن برضو يشتغل اي حاجه، المهم ان هو ما يقعدش. يعني لو دور على شغل هيلاقي شغل كتير قوي، يعني دور هتلاقي، خلي في امل على طول، ما تقولش مش لاقي شغل والدنيا كورونا وبتاع، بس هتلاقي بجد. حلمك ايه بقى؟ حلمي؟ حلمي ان انا اخلص تعليم واهلي يشوفوني في احسن حاجه. عايز تخش كليه انا عايز اخش ألسن. ألسن شاطره في المدرسه؟ الحمد لله. عشان انا ممكن صوتي ما يطلعش فعرفوني. الحمد لله شاطره، يعني كويسه في المدرسه، مش شاطره الحمد لله، وبحاول قد ما اقدر ان انا اجتهد واذاكر برضو جنب شغلي. هل انت في مره بتطلبي مساعدات من الناس ولا لا؟ مش بطلب مساعده من حد، والبوست اللي نزل كان مكتوب في اخره ساقه جاريه، انا ما حبيتش الكلمه دي نهائي. وفي جمعيات كتير قوي كلموني بس انا مش حابه كده، انا مش حابه ان حد يتكفل بيا، انا حابه ان انا اصرف على نفسي بذات نفسي. لو عايز. وعليكم السلام. بفرح جدا لما حد بيجي يشجعني، ولما حد بيقول لي استمري وكده بفرح جدا، ان هو بيدوني طاقه برضو ان انا ما استسلمش وان انا اكمل وكده. لا بصراحه قليل، بس لما حد بيبقى مثلا طالع او نازل يقعد يقول لي اوعي كده ما تقعديش هنا، بتبقى رخامه شويه بس عادي، اللي هو
في ناس تاني برضه بتكبر بالخاطر وبتقعد تشجع وتقول خليكي انت احسن من غيرك، فاللي هو مضايقات من هنا بيبقى فيه برضه حاجه حلوه من هنا. حتى هل بتخلصي كل سندوتشات كل يوم، وايه اكتر حاجه بتزعلك؟ هو مش دايما بخلص، ساعات باخر شويه وبرجع بخساير، بس الحمد لله يعني ساعات ربنا بيكرمها وبخلص بدري وبروح. اكتر حاجه بتزعلك ايه؟ بتزعلي في ايه؟ اكتر حاجه بتزعلك في في الشغل ولا في حياه شخصيه عموما؟ حياتي كلها. ان مثلا مامتي في مره تزعل او حاجه، مش بحب اشوفهم زعلانين يعني، اهم حاجه عندي فرحتهم. اهم حاجه ماما وبابا اهو، طول ما هم فرحانين انا فرحانه. وانت عملتي ده عشان هم ما تبقيش تقيله عليهم، عشان ما بقاش تقيله عليهم، واقدر ان انا برضو اكون اثبتت للناس ان مفيش حاجه اسمها ايأس وان الظروف كانت اقوى مني. لا، انت لو عايز حاجه هتعملها غصب عن الكل. زي ما حضراتكم شفتم معانا مريم، نموذج البنت المصرية اللي عايزة تعمل حاجة، مش عايزة حاجة من حد. مريم اتعرض عليها مساعدات من جمعيات خيرية ورفضت، هي عايزة تشتغل. مريم تقعد على سلم المترو في السيدة زينب، وسندوتشاتها نظيفة جدا ومغلفة، وماما اللي بتعملها. فلو في اي دعم جنب الشير اللي هتعمله للفيديو، وانك تدعو اصحابك ان انتوا تفطروا يوم عند مريم، فهو انك تعدي يوم على مريم تقول لها صباح الخير. انا اسامة طلعت، كنت معاكم من امام اجمل بنت قابلتها النهاردة وأجدع بنت قابلتها النهاردة، مريم. شكرا لك. اهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، اهلا بكم.